أهلا بكم مشاهدينا إلى الموعد الرياضي، نقدمه لكم من تلفزيوني النهار. عبر المهاجم الجزائري إسحاق بالفضيل في ندوة صحفية اليوم التي عقدها قدم فيها لوسائل الإعلام الإيطالية أن الصيام لا يشكل أي عائق له، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يصوم فيها معرجا عن المنتخب الوطني، أين أكد بأنه اختار اللعب للخضر منذ عامين وأن الأمور حسمت بالنسبة إليه. وتواجده في نادي كبير بحجم الانتر سيساعده في تطوير امكانياته مستقبلا، وايضا لن يغير في قراره للعب للخضر. كما قال بالفضيل انه من اشد المعجبين بالمهاجم البرازيلي السابق رونالدو. اعيد انتخاب محمد رورو مجددا نائبا لرئيس الاتحاد العربي عن منطقة افريقيا لكرة القدم، وهذا خلال الاجتماع 51 للجمعية العمومية والذي عقد في قصر المؤتمرات بمحافظة جدة السعودية. وحصل عضو الاتحاد الكويتي مبارك المعصب على منصب نائبا للرئيس عن آسيا. وتمت خلال الاجتماع اعتماد محضر اجتماع اللجنة التنفيذية السابق ومتابعة الإجراءات التنفيذية لقرارات اللجنة في اجتماعاتها 50 بالجزائر. كشف اللاعب الجزائري جمال عبد الناصر أن البطولة الإنجليزية تستهويه كثيرا، أين لمح إلى رغبته في العودة مجددا إلى البريمير ليج بعد فشله في تجربة أولى مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عندما حمل ألوان سنة 2007. وقال لاعب أولمبياكوس اليوناني في تصريحات صحفية نقلها موقع سكاي سبورت الإنجليزي أنه يرغب بشدة باللعب في إنجلترا، خاصة بعد اهتمام أندية فولهام وسام ثامبتون. هذا وقد ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن مدرب نادي فولهام مارتن غول يصر على إدارة ناديه من أجل انتداب اللاعب الجزائري الذي يرغب في تغيير الأجواء مغادرة الفريق اليوناني. عبر دولي الجزائري فؤاد قدير المحترف في صفوف نادي مارسيليا عن أمله بفرض نفسه داخل تشكيلة فريقه الموسم القادم رغم صعوبة المهمة التي تنتظره والمنافسة التي يلقاها مع لاعبين آخرين، موضحا في نفس الوقت أنه على يقين بخصوص أمر مدربه الذي يعول عليه كثيرا. وفي تصريحات لوسائل الإعلام الفرنسية عرج قدير عن أهدافه الموسم الجديد، أين أكد أنه يرغب في اكتشاف رابطة أبطال أوروبا لأول مرة، وأيضا مباراتي السد مع المنتخب الوطني من أجل التأهل لكأس العالم العام المقبل بالبرازيل. في أخبارنا المحلية، شهد ملعب نوفمبر بالمحمدية بالحراش فوز اتحاد البوليدة في أول مواجهة ودية له على اتحاد الحراش بثلاثة أهداف لهدفين. في مواجهة شهدت حضور جماهيري قوي من الحراشية الذين صنعوا أجواء مميزة كعادتهم. المرحلة الأولى انتهت بتقدم البوليدة بهدف من شكري وعيل، ثم ضاعف البوليديين النتيجة بهدف ثاني عبر عبد القايد، غير أن الحراش عادت بقوة وسجلت هدفين عن طريق كل من جحش في مناسبتين عدلت بهما النتيجة. لكن قبل 9 دقائق من نهاية المباراة سجلت البوليدة الهدف الثالث عبر اللاعب الحمري. تصريحات ما بعد المباراة الودية ينقلها لنا الزميل حكيم بالقيروس. سيزون باسي ان شاء الله نلعبوا لي بريمير رول، مازال عندنا هذا العام عندنا تشامبيونز ليغ شويه صعيبه باش تلعب على ثلاث جهات، باش تلعب على البوديوم ولا لا كوب دالجيري ولا لا ليغ دي شامبيون، سيتو لا تشامبيونز ليغ شويه صعيبه. هاد لا بيريود سي لا بيريود كومبيتيتيف، الواحد باش يربح هذيك لا كونفيونس، باسكو بلي دابا راك عندهم من سومان ملي يبداو، حنا صافي ان موا ديجا ولو غرو خدمناه في تموشنت ونا بوسي دور تماك الحمد لله. دروك اون ايساي دابليكي مع العيال، هادو سي دي ماتش دابليكاسيون، حنا ما يهمناش نتيجه،
كما يهمنا لا مانيير دو جوي. الحمد لله عاود وليت البيت تاعي الحراش لي سيبورت انا عارفهم لي بوني غادتهم من روح انا ثاني غلطه تحياتي ما نقدرش نقولها ونعاودها. سما كون قعدت في الحراش زدت كملت عامين ولا كنت غادي نروح بعيد وكل ان شاء الله غالب هذا المكتوب تاع ربي يسوع منا. سما نشكر لي سيبورت استقبلوني سما كلي ما كانوا ان شاء الله هذا الاستقبال اللي داروه لي ان شاء الله غادي نرجع لهم بخير ان شاء الله. ليكيب تاع بليده شغل ليكيب جديده ليكيب جان العام اللي فات راحتنا راحنا الصعود شغل كنا غادي نلعبوا الصعود وكلاسينا 5 هذا العام ان شاء الله ايكيب جان وين نحاولوا نديروا جروب نديروا فرقه مليحه وين نطلعوا الناسيونال ان شاء الله. كما نقولوا حاجه الاولى مقابله وديه هذه ما تمناش النتيجه كما تمنى الاداء. دونك كما نقولوا سينا دو برسك دو زيكيب باش تكون لا كويزيون. دي ماتش اميكو دي كونكليزيون الحاجات اللي ما يشتمشي باش تبازي الايامات اللي مازالوا باش تكون كاينه ان شاء الله. وجو بونس بلي مالغري لونسومبل تاع لا بارتي كيما نقولوا راضيين كيما نقولوا على الاداء مالغي النتيجه ما تهمناش ان شاء الله كيما نقولوا تشجعنا هذه باش المقابله اليوم جاي ان شاء الله. دي بدايه اليوم نقول بلي عندنا 15 يوم اكزاكتوم ملي بدينا التدريبات رانا في المرحله الاولى نقول بلي هذه المباراه الاولى. اليوم شفنا بعض من اللاعبين اللي بينوا لنا بلي سي لو بلون فيزيك راه في المستوى. ما نظنش انا كاين هدف فخور من غير الادوار الاولى. نعرفوا بلي الفريق محتاج مكانه في القسم الوطني الاول وهذا سنوات الفريق هذا يحوس باش يصعد في القسم الوطني الاول. تعرف بلي صعود ماشي سهله. كل الفرق اليوم تاع القسم الوطني الاول راهم في القسم الوطني الثاني. هذا وشهدت المباراة اصطدام عنيف بين ثنائي بن ناصر من البليده ويونس سفيان من الحراش أجبرهما على مغادرة أرضية الميدان وسط تخوف كبير من الجماهير، لكن يونس طمأنهم رغم وضعه 6 غرز كما طمأنهم هشام القروي ببقائه مع الفريق بتجديده لموسمين في الوقت الذي يؤكد المهاجم سفيان حنسر عودته للميادين بعد غاب سابقا لعام ونصف. تصريحات للزميل حكيم بالقيروس. خديت كيما شفتوا خديت مع جوار تاع بليده وين زادمنا عندي 6 غرزات كيما يقول لك هكذا ولا اكثر الحمد لله. كيما مام اللاعب تاع بليده مصاب شويه ربي ان شاء الله يجيب له الشفاء. حنا رانا بدينا بلا بريباراسيون قبل كاع لي كلوب راكم تعرفوا لونترينر شارفي حب بريفيري حب يسي لي جوار تاعو من قبل. شغل بور ان جوار بروفيسيونيل صعيبه بزاف باش واحد يريح عام ونص ولا سيرتو كي تدي دوبل بليسير تاع ليغامون. حنا الحمد لله بفضل الله بفضل صحابي تانيك اللي عاونوني الطاقم الطبي اللي ما ننساش خيره كثير بزاف وتانيك لا كونفيونس اللي ديتها في روحي الناس عاونتني بزاف لونترينر الاداره اللي ساندتني شغل ما سمحتش فيا الحمد لله راني وليت ان شاء الله هذا العام ان شاء الله نرد هذاك الاسم تاعي للساحه الكرويه ان شاء الله. سي بون رونوفليت بور دو زون رونوفليت هذه كما يقول لك هذا شعال غير كنت باغي واحد لي بابي باش نسنيهم. سي بون الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي. سي بون البروبليم كان بيني وبين لي ديليجون سي بون سي ريغري. اي كانت عندي كما يقول لك تي بليسير البارح روبرونيت كانت عندي بليسير الحمد لله يا ربي ماشي كراف ان شاء الله هاد لا سيمين ان شاء الله روبروني مع اصحابي كما نضل ان شاء الله. قطع لاعبا مولودية بجاية زهير نمديل وفارس عمران التربص التحضيري الذي شرع فيه الفريق منذ يومين كونهما لم يتفقا مع إدارة الفريق بخصوص الموسم المقبل. ومن المنتظر أن تتخذ الإدارة إجراءات قانونية ضد هذين اللاعبين. في الأخبار الدولية أعلن المدير الرياضي لبرشلونة أندوني زوبي زاريتا اليوم الثلاثاء أن النادي الإسباني توصل الاتفاق مع لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتش لتجديد عقده حتى عام 2018 مع إمكانية تجديده مرة أخرى في مؤتمر صحفي عقد مع المدير الفني للنادي الكتالوني تيتو فيلانوفا بالمدينة الرياضية لبرشلونة إن عقد لاعب الوسط بشرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة في أمان الله.